جود مورنينج جود مورنينج. الشنطة معنا اليوم علبة معمول للطريق، الاغراض محضرة وعم بيطلع الضوء وعينا على العتم. اليوم نهار بكير ليش؟ لأنه طالعين صوب اليارا فالي. اليوم سبيسيال مش بالمدينة، رح تشوفوا مشروم فارم، رح تشوفوا اشياء حلوة، مناظر كتير حلوة على الطريق. ناطر ماريانا اللي تأخرت لأنه عم تعمل لي قهوة، ونهار جديد ببلش هلأ. ملبورن داي 2 نبلش. وصلت ماريانا مأخرة بس تلت ساعة. سوري، هيدا بيكولو لاتي تا ما تزعل اشرب على الطريق. مستعجلين كتير، رح نلعب العجقة كتير، بس أخذنا قرار أنه اليوم ما نبلش نهارنا إذا ما جبناهم كرواسان للمسنين. امبارح حبيتهم كتير 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 كتير، قضينا نهار أو ثلاث أربع ساعات بيعقدوا، أكلت أكل طيب، حسيت إحساس مش حاسه بحياتي. I connected with them بشكل مش معقول. الماسور بتاخد العقل، ووعدتها مثل ما قلت لكم أنه بكل سفرة بكون هون لازم أقطع لعندها. ما نطرنا للسفرة اللي بعدها، فنحن ماشيين. ماريانا وعيت قبل بساعتين، عبت العلب، حضرت لهم كرواسان ورح نجيب لهم، حنعمل لهم سيربريز. ما بيعرفوا انه احنا هون. رح ندق الباب ورح نفوت. يا الريحه، رح ندق الباب ورح نفوت بكرواسان. حتى اجين هديه للعائله اني اخذ معي معمول على لبنان، رح اعطيهم اياها لهم. رح نشيل تو انتوني اند فاميلي، رح نعطيهم اياها لهم وقول لهم ذوقوا معمولات سيدني. نحط لهم بسمة على وجهنا، نحط بسمة على وجهنا ونقضي النهار. بتعرفوا الإحساس اللي بتحسوه إذا جيتوا ساعدتون وقفتوا حدهم وعطيتون لإلكن أهم بكتير من لإلن؟ بتحسوا a personal satisfaction ما بتتفسر، ما بتتفسر. فبركون براسكن سينت بول هوستل. It's croissant time. انا وعدت حالي انه اجي اشوف كل سفره، بس ما قدرت انطر السفره اللي بعد، فجبت لي كرواسان طيبين. اوه شغل مريان زعتر. يام 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 يام. ثانك يو انتوني، ثانك يو مريان. ثانك يو اليك. يا الله شو هالصباح الحلو. يا بوسي بدنا ومعمول ومعمول الشخص بيعملهم بسيدني. كثير 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 طيبين. ليك ما احلاكم. فكنت عم بقول لهم امبارح يمكن انتم انبسطتوا فيه، بس انا انبسطت يمكن اكثر منكم. حسينا انه انت من العائله. وانا حسيت حالي من العائله. هدى اهلا وسهلا فيك. حبيت كثير وميرسي وبونجور لنا. باي. وانت الراجع؟ امتى الراجع؟ يلا ان شاء الله باكتوبر برجع لعندك. اي اهلا وسهلا. ركبنا رايحين على رد هل، قال لي بس بدنا نقطع على رهبت. قلت له تاني مين؟ قال لي لا بدنا ناخذهم تستعمل دايركشن فبعدين. قلت له اوكي بدك تعبكي ام بعبكي. ما انا على طول بوعبكي الساعة 6 بكون تحت. هو بعينبكي. بنبلش بالطاحون. هلا زعبرت. تركت واحد لإلي. French buttery flaky croissant. تعا قرب قرب يا كلود. ياي طعمة الزبدة، طعمة العجينة، طعمة الزعترات. واو قرب يا كلود قرب قبل ما يخلص. Amazing amazing quality. طيب زعبرت. تركت اثنين لإلي. شطورة البنت. تفضل. Very nice start. Very nice start. Amazing start. Super nice start. لازم نعيدك اليوم. Happy family going on a trip. رح سوق أول مرة على اليمين، صار لي فترة كتير ما سقت على اليمين. الله يستر. بس سيارة آسية آمنة، إذا فتنا بحدا ما بصرنا شيء إن شاء الله. لا ماريانا حد عم بتحضر السفرة. كلود وصل.
هودا مع المحل بيحط السيت بيلت حكا الفاوندر هودا شيء بالبون وانا رح حط السيت بيلت من قلع اه من سيدني من سيدني بعد ضعية talk a bit about myself. My name's Jenny McCauley. I'm the owner and operator of Red Hill Truffles and I work with my husband, Mike, who helps me in the business as well. We planted the trees in 2005 and we had our first truffle in 2010. So it's a long wait time and then we had to wait 8 to 10 years before we get a crop. So we're growing a tuber melanosporum, which is a black winter truffle, and we've growing it under oaks, four types of oaks, and hazelnuts. The trees are inoculated here in Victoria, Australia, by experts. The original rhizomes for the fungus came from Italy. So they're genetically similar to the Italian black truffle. They're called Perigord truffle, even though Perigord is an area of France, but they're still called Perigord truffle. So when we plant the trees, because we are farming it, the truffle that we're growing in Australia is not native to Australia. There is native truffle in Australia, but at this point we're not eating it. The native animals love it. But we've had to bring this truffle in from Europe and we have become in Australia quite expert at farming truffle. And in fact, some of the Italians and the French have come over from Europe to Australia to learn about farming, particularly melanosporum, which is the type of fungus that we're growing. Our soils are not perfect for truffle growing, so we have to introduce a great deal of lime into the soil, like tons of lime. We put 70 ton of lime to an acre before we plant the truffle, and then we must check that the pH of the truffle is right at 8 before we can plant the trees. And once we have the land, it's the lime that's the most expensive part of growing truffle. The trees are relatively inexpensive once we know we can trust the inoculation of the trees, but the lime must be kept up to keep the pH at 8 all the time. So on this farm I have 6 hectares of trees planted in truffle, and last year we had to top up with 32 ton of lime. So it's not an easy agricultural enterprise. I think a lot of people in Australia, when we first started growing truffle, assumed that this was, you could plant the trees, relax, grow truffle, make a lot of money from growing truffle, and it would be an easy agricultural enterprise. It's not. It's like any other agricultural enterprise. It needs a lot of work, a lot of maintenance. So every year we have to do the lime. The irrigation needs to be perfect all the time, and we really need to be irrigating with water that also has a pH of about 8. So if we naturally haven't got water at that pH, then we have to add calcium to it to bring the water to be alkaline that's going on the trees. So the irrigation is important, the soil is important, and the guarantee of purchasing inoculated trees is absolutely critical. Because I've talked a little bit about the time it takes,
if we buy a tree and find out 5-6 years later it's not going to produce truffle, we've wasted a lot of money and we've wasted a lot of time. So we have to get that surety that the trees that we're buying are inoculated with the rhizomes. So we have a very active truffle association in Australia. We accredit the nurseries that are inoculating trees, and they must guarantee at the point of sale that the trees we're purchasing have the rhizomes on the roots. And the way we do that is to bare root some of the trees and put them under a microscope and see if the rhizomes are present. So it's quite technical, and we've got to get it right before we plant. So planting is the easy part, and waiting is the hardest part. At about 3 years, we look for the formation of brulee around the tree. And brulee is the bare patch of grass, if you like. The grass is being killed off by the rhizomes attached to the roots of the tree. And that creates a bare patch around the tree, and that's called brulee. And that means that the inoculation has worked, and that the symbiotic relationship between the tree and the fungus has developed, because the fungus needs the roots to grow on, and the tree likes to have the fungus on its roots because it's killing its competitors, which is grass and weeds that grow around the tree. So the tree gets more nutrient, more water, more sunlight, because the rhizomes are present on the roots of the tree, and the rhizomes need the roots for the tree to grow. So that's the development of the symbiotic relationship. So truffle is, I believe, the only agricultural crop that requires an animal to find the crop. And you can see here, we're using English Springer Spaniels. They've got fabulous noses. And they will find and identify where the truffle is under the ground. They won't dig it up, they won't eat it, but they are rewarded by the hunter with food, dog treats. But we can't find our crop without the dogs. So the dog's nose is critical to what we do. Dogs are very valuable in the industry, and we look after them carefully. But the thing that's important is that there are a whole range of dogs that can be successful truffle dogs, not just one breed. So that in Australia we use blue heelers, we use kelpies, we use collies, the English sheepdogs, we use legottos. The Italians tend to use legottos more. French hunters now tend to like little foxies. And use those for hunting, and they've got great noses. So any dog that wants to work for you can be trained to be a truffle dog. And so that's the beauty. If you don't like dogs, don't get into the truffle industry. we're Red Hill Truffles, and we're located on the Mornington Peninsula in Victoria, Australia. This property has been in my family since 1886, so it's a real pleasure to be able to have a continuing relationship with the land. A large part of our business is agritourism. So we invite people to book hunts, and we run hunts sometimes up to 7 a week during the truffle season. We have small groups on the hunts, and I or a couple of other hunters that we're working with take people out into the truffier to find truffle. People get the experience to smell truffle in the soil, they get experience to harvest a truffle, and then they come back into our truffle tasting pavilion and taste truffle with a range of foods that we provide. And we choose food that particularly shows off the flavour and the aroma of truffle. So people can book on our hunts through our website at Red Hill Truffles. We really enjoy having people onto the farm, and all people leave saying it was much better than we ever anticipated. We loved getting out there and getting on our knees and being part of a farming experience.
The other part of our business is that in this area there are some wonderful restaurants on the Mornington Peninsula, and nearly all the restaurants have supported us over the years, and we sell wholesale to these top-end restaurants who then put Red Hill truffles on their menus during the season. We don't encourage restaurants to have truffle on their menu out of season. We like the paddock-to-plate approach, and that the truffle is served fresh on their menu. We have a new part of our enterprise, which is that last year we produced summer truffle, which is tuber estivum for the first time. So we're now running summer truffle hunts, and the restaurants will start to put summer truffle on their menus during December, January and February. And we're encouraging them to use a lighter food. One of the things we love doing with summer truffle is truffle ice cream. So we're providing that to people that come onto the property. We also offer a farm gate so that people can come onto the property 3 days a week and buy truffle that's been harvested within a 24-hour period, and they can also purchase one or as many as they like of our six products, so that we make truffle butter, truffle and mushroom paste, we make truffle mustard, truffle salt and truffle honey and truffle aioli. We don't make truffle oil, and we don't sell truffle oil because most truffle oil is a synthetic product and there is no real truffle in it. So we've made a decision on this farm not to make truffle oil. But the other six products are all absolutely beautiful and contain fresh truffle in them. It's about 2 or 3% in every jar. So that's the range of our business, and it's very busy during truffle season, which is June, July, August for winter truffle, and December, January, February for the summer truffle. هنكفي نسميها the trip of the unexpected. خلينا نبلش من أول شغلة من ملبورن من سيدني من كل شغلة عم تصير كل يوم كل يوم كل يوم مش على الحسبين. وما كنت عارف أنا ما كنت عارف قديش منفتش جوجل أونلاين إتسترا ما كنت عارف إنه في ترافلز برات إيطاليا أو أساساً بالبحر الأبيض المتوسط الميديترينيان ما بنحكي إلا عن مسافر على إيطاليا تجيب ترافلز. شو هن الترافلز؟ هيدا الشيء الغالي الأسود أو الأبيض يلي بيبرشوه بارش وبيبيعكن يهون بالجرام بقلب الصحن تبعكن. unexpected. منبلش بتنظيف الجيران. ليش؟ لأنه بالآخر شو هن فونجس هن شو فونجس بالعربي؟ مثل اوكي هول هن شامبينيون بس ما بعرف شو عم بلاقيها بالعربي. فما في يكون نحن جايبين معنا شيء ثاني فلازم ننظف اجرينا ونبلش. ست ولا 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 احلى من هيك ولا احلى من هيك. يا ريت تكون سمعتوا كل الانترفيو تبعها شو خبرتنا تكنيكاليتيز قد فاتت بالتفاصيل قديش في شغف قديش تعبانه على اللي عم تعمله قديش متعلم منها. واو ورح نبلش ايفن دو جايين مأخرين وعنده شغل وبتدفع له للمصور على الساعة رح يكلفها كتير هذا فيديو لأنه نطر الساعة. She will, but I start her off by finding, giving her the instruction. She must have the instruction to find the truffle. She's trained to certain words. So you know that the truffles are under the tree. Under the trees. They do and not go out or they're not... They will go out once the tree's older, but when the trees first produce, they're really close to the tree. And you need to replant every year or it just happens once? We re-inoculate every year. Every year? Yeah, every year we re-inoculate the trees. What's the biggest size you can reach? I found one at 800 grams once. Come on, come on. Find the truffle, find the truffle. مش عم صدق فعلا منبهر. انا فكرت انا رح اجي نشوف ما عرفت شو بدي افكر بس شيء اوت اوف ذا سورد. ما بعرف اذا شي نهار بلبنان حدا بيقدر يزرع اذا الطقس بيساعد او بيلائم طالما عم بيطلعوا بمنطقه ليش مش بمنطقه ثانيه. سالتني دغري اول ما وصلنا عن الترافلز اللبنانيه سمتهم قلت لها لا هن شوي بعاد عن الموضوع بس اسمهم كما واو. الاندفاع الشغف الكلب كيف عم يشتغل اول شيء روعة. تاني شيء المنظر الهوايات الشجر الخضار ما فيكم تتخيلوا روايح اللي عم نشمها يلي عم تجي من 100 شغلة
ألف شغلة حوالينا، صف الشجر كيف محطوط، البروفيسيوناليزم بكل شغلة عم تنعمل، it's outstanding. إذا عايشين أنتو هون، أخذت معنا تقريباً ساعة وربع توصلنا، فيكن تحجزوا، تجوا تقضوا نهار، تاكلوا، تنبسطوا، إذا الموسم تقطفوا، تحفرون، وإن شاء الله الكلب اللي عم بيلاقي وحدة إن شاء الله، تنفرجيكن كيف بتصير الأمور. Oh, there is one there. Good girl. You scratched the top. Okay. There is one there. But it's not right yet. All right, all right. All right. So this is quite a big one. Oh, is that right? I haven't given you a treat. No, because I forgot to bring them. And you're going to be cross with me. So now what we do is we have to determine if it's right. Wow. Is it one or many? I think it's one, but we're never sure. So I can see different. You can see often, see? Often isn't a it? Bigger truffle. Wow, oh, it's a huge one. That's right. Often a bigger truffle like that will be the results of lots of little ones growing. Wow, it smells so good. And they've joined together. Now when we dig it, harvest a truffle like this, we have to be really careful. So if by any chance you break it, yeah, then you diminish its cost, its value. It loses its value. Yeah, it loses its value. So you don't want to hurt it when you're getting it out. You are a very and the dog now waits for you until you remove it. Yeah, she is waiting till I harvest it. She will it. Never eat it. No, she will never eat it. Dogs don't and like it? No, it was. She's never tasted it. Ah, okay. She knows what it smells like. Whoa. And you're careful. Oh, yes, you're a good girl. See, you're a good girl, aren't you? Your treat is coming later. And then you smell underneath, you'll get the best aroma. Ah. Oh my goodness. ساعات بتشموا هيدي بتفهموا قديش الترافل اويل غلط وغلط وغلط وغلط. بتروح على مطعم بيقولكن ترافل سباجيتي وترافل اويل. It's wrong. This is the real deal. Smells fresh. شوية ريحة غاز. Activates all the senses. Never done this in my life. I feel blessed. Wow. You can see the little fine roots on it? Yes. They're the roots that it was connected to the tree. Yeah, see? So these are the roots that will have grown on. Mm-hmm. That we're, so there's an example of the root. And we, you pull those off. See, they're tiny little roots. Slag smells like forest in winter. Yeah, exactly. Yeah, yeah. But they've come into the trufiaria as we cropping melanosporum. ذكرتنا هيدا بالمدرسة أيام نحن صغار كان عمرنا يمكن 10 سنين 9 سنين كان يخدنا التيتشر أوف سبورتس اللي بيعلمنا رياضة كنا بالنقاش بالمدرسة يخدنا تحت بقلب الوادي ونقعد نقطف كانت هيدا الريحة اللي بتذكرها من طفولتي. وكان الشرط بتشموا بتقطفوا بس اوعى تاكلون المشروم بيسمم وهيدا بقلكن اياه المشروم فيها تكون بتسمم فيها تكون لا ولا بحياتكم تشوفوا مشروم تاخذوها وتاكلوها unless you are with an expert don't do this at home. كنا عم نحكي عن يمكن الارنب كيف بخزقها تخزيق الارنب بكله وال اسكارجو بالزيت ما معلق عربي. Just this is called grating it just to make sure that it's good truffle because it's got a few white spots on the top and we're just grating the truffle
So just to make sure that it's okay. All right, and these spots here, mm-hmm. we keep for re-inoculation, so we don't waste any of it. مش رح نفل بلدوء حرقصناكم وحرقصنا بس ما رح نفل بلدوء الترافلز البرودكتس اللي عندها اياهم we are going to shave to try to taste هيدا اللي هلا خلصت هلا من شوي نظفت طلعوا من جوا كيف بتكون كيف بالمطعم بيكلوها هيك تشتروها على الجرام حق الجرام عندها دولارين ونص ويت هيدي بيحطوا لكم اربع شقف على على صحن الباستا ريحه غاز ما خاصه بالثوم بس something around nice crunch flavors of nature طعمة الطبيعة texture تبع الرادش الفجل يعني هلأ هو ثلاثة أكلت لي شي 4 دولار اف 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 inexplicable something words can't describe please قربوا شوفوا هون الحياة سبحان الله عن جد كيف شيف بيطلع على هذا البرودكت اوف هذا البرودكت لازم ماشي يا يتاكل هيك يا اما مع very simple plain product يعني باستا بس باستا لهيك هيدا يطلع it's just مثل ال كيف بدي اقول ذهب على 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 صحن طلعتي قيمته yeah. خلينا نبلش بالتفاصيل شو عندهم mustard my personal favorite بتعرف قديش بحب الماسترد ترافل ماسترد هلا قديش قويه رح نبلش شوي شوي عندها سمول سميتهم بسكتس مثل البرشانه ما بدها خبزة ما بدها شيء كافيار شوتينج اوف اوف ماسترد الماسترد الخفيف طلعوا واو ثانك يو سو ماتش اند ذن بيت اوف ترافلز مغطى على الماسترد طلعت ترافلز بالاخر حموضتهم بتعقد 1 ترافل سولت واو ترافل سولت بس بدك تفهموا انه هون ما بيعملوا زيت لانه زيت يوجوالي بنستعمل مثل مثل نوع البنزين بنحط له فور ذا فليفر فهون كل شيء بتعمله جاني هو متريل واو ملح ناعم مش خشن مثل ما شفناه بالمطابخ بتاكل نيكست هاني بالاخر بطر ترافل بطر خبرتكم انه الزبده مش تبع بنشوفها نحن على التلفزيون بلبنان بتعملوا فيها بيض الزبده اكسبيرينس زبده اختبار بدنا نجيب لهم بيبي سي يلا عن جد يعملوا ترافل الزبده because it's neutral الترافل مبينين اكثر شيء بهيدا البرودكت ما هي ما بدك anything overpowering يعني ماشي scrambled eggs ولا plain pasta a piece of bread مع butter حاسس انه best for last اف crystallized honey تعرف ليش بصير crystallized لانه ما بيحطوا له جلوكوز على السقعة بيعمل ما بيتعمل نحل جلوكوز مش ناكله على الطبيعة I can't have honey أنا ما فيني sorry عندي فريكتوز I'm very happy super extremely happy أنا ما فيها تاكل هوني ماريانا مش الحال هو مرسي على لحظة قلت له
قلت له رح ناخذهم هولي. قال لي شو بدك تعمل فيهم؟ قلت لهم بكره عشية بدي اتعشى. قال لا بتنطريني ليش؟ الجمعة بس. So ياكل هاني. It's no problem. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you a million. يا ميت أهلا وسهلا. You made probably one of the highlights of my trip. It's good. وقفنا على السوبر ماركت. في جوع في جوع بتروقنا اليوم. وقفنا على السوبر ماركت، نقينا شوية خبز، شوية جبنة، شوية مربى، خبار من هون ومن هون، واجيو، بيف، برزاولة، بروشوتو، خبز ساوردو. بدنا نروق أكتر ويا غير شكل مع ترافل ماسترد اللي أخدناهن قبل شوي. ايه ترافل ماسترد مهم شكل. بيكنيك بلبنان على لبنان بيقولوا على ظهر الجيب. مقضيين من هيداك المشوار. جبنا الخبز. انا طيب مظبوط اكلنا برجر مثل هيك. خبزات. نقيت لوكال تشيز. في عندك تروفلد كاو. مفرط شيدر. وعندك هيدي اللي اسمها مين ريدج ديري. كابريول. كله كله لوكال، كله أسترالي. ما جبنا تلياني. هيدي غير شكل بروشوتو بيب اول. حتى جبت لك زيت زيتون تدوق اللوكل زيت زيتون. وين اللبنة؟ ما عندنا لبنة. شيري توميتوز، ليبانيز كيوكمبرز. تعرف علومية إذا بتعرف إذا طازة أو لا؟ إيه بس من السمعة من الكراك ما هيك؟ لا تكسرها. بعدين إذا رجعت لزقت. أوكي. أولك تزبط؟ فرجني. شيل ايديك. اوكي. كيف كلود؟ طلبت جديد اليوم. And then ماما ميد بير جام. خبزة، مربى، جبنة، ما بدها غير قاعدة تزجل واوف اوف اوف نص الطبيعه. ونجمع الحي. شو بحب الزلمة؟ شو بقول؟ Excellent, excellent, excellent. Wow, what a color. What an amazing color. أحلى من البري. هيك. خبزة حتى لو بالكيس النايلون very moist. Wow. يا هيك ترويقة يا بلا. Wow. What a beautiful texture. Light truffle smell بالآخر. تفضلي عم. هلو. ما بتتاكل مع خبزة. روح. ني. ما حدا عم يفهم شيء بالضيعة هون. حدا ما فهمين شيء. منين هول بالجردية. حدا ما فهمين شيء. حول. هاي. واو لك هون لك هون يا جماعة تعالوا شوفوا هون. aged like roquefort very milky cheese smells amazing. the finest شو اسمه the finest. Oh my goodness. هذا
بده. ايش جيبوا الخيمة، نحن we're camping here tonight. طلعوا الماربلينج، طلعوا الماربلينج، طلعوا الفات. كيف 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 وقفتوا أكل؟ عن جد الكومين بيك تاني الكومين كيف عم يطلع فيي؟ لا لا مش معقول. ما طلعت ايديك. هلا رح نعمل شيء ما بينعمل. نعمل هيك. بس هيدي لما تطلع ما هو انه رح يوسخوا الكيس اذا تركناهن. طلع الليكويد بقي للاخر، طلع اللمعه، طلع الحب، كل الحب مع كل التعتيقه. بس ما بدها خبزه حرام. الفات بالميت اتس اميزنج. عم بقول لك رح نعمل ما بينعمل بس انه ما تخبري حدا، ما حدا شايفنا بين بعضنا. عينك على ساندويتش. لا ما فيني اكل. يلا نحن بنكفي ساعه ونص طريق to the next exciting stop. نكست من بعد ساعة ونص سواقة وصلنا على اليارا فالي استيت. عم بلحق الارميت شو مكتوب؟ ادبل فورست. ادبل فورست حرش بيتاكل. وين ماريانا جايبتنا؟ نتغدى وبعدين بنبرم نعمل شيء. قال عندها 120 ايكرز، قلت لها فينا نزعل اتس فورست، روحي سوقي مطرح ما بدك، كان بي فان. فود فورست. Okay, I'm Louise and I'm from the Yarra Valley Estate in the Yarra Valley just outside of Melbourne. We have an edible forest that we started building 7 years ago because I felt we are a little bit out away from all the shops and I wanted to bring the food miles closer to us, and we're on 120 acres, so I thought that might be a really good idea to start our own gardens. So that was about 7 years ago. It turned into a complete forest that we've enclosed as an edible forest. And we open up for tours, tastings, and we use the produce within our business here for the on-site guests as well. And we are looking at opening this space as a little restaurant. But the food that comes out of the edible forest, there's about 300 different species of edibles. They're quite unique, and we really specialize in unique things from around the world. So, and we use that all year round in our produce, depending on the season. What we're growing in there is what we cater our menus for. We make our menus up for that. So it was 7 years ago. The scent itself we've had for about 30 years.
We bought this place with my husband a long, long time ago, and my background was hospitality, so we slowly built it. Every time we had a bit of savings, we would build another room or another building, and so this was a very old farm when we bought it with nothing on it. We were actually doing some horse trail rides. We were farming deer here at that time. And yeah, so we just came to all of this, and it's 48 bedrooms. We do lots of conferences, weddings, events, private accommodation. We've got accommodation on site, people can stay. And yeah, we love it. We absolutely love it, and we love people enjoying what we enjoy. And that's, it's all about that. A deviled eggs, so it's our little creation of something. So some of the things added to it are from the edible forest, and you got lamb and potato croquettes as well with like a tangy yogurt. So yeah, that's your little entree for the day, and then there's some more stuff coming. No garlic and no onions. Lamb and potato. Sauce on the side. طعمة الأكل الطبيعي. The taste of natural fresh food. Simple. And these are probably from our chooks. Not complicated. هيك قديش فكرة حلوة. أخذوا الأبيض فضوه رجعوا حطوا فيها the mashed egg yolk. واو. أخذوا بيضة بيخة وعملوها بشي شي بيعمل and then طلعوا هون لحمة مخزقة pulled lamb شقف من البطاطا simple goodness. So you guys are having most of the produce is from the edible forest today. So you got a cauliflower salad that's 100% grown in the forest. With some almond and some house-made aioli. I mean, I should say mayonnaise because there's no garlic in it. So all the protein that you're about to have is all Yarra Valley's protein. So they're about within about 10-20 kilometers from where we are. All local protein. So you got seared steak, scotch fillet. You got some duck crusted chicken. And you got a pork belly with some crispy skin and a crispy polenta with edible forest, chili and tomato relish. And you got some pomegranate glazed carrots there. So it's a pomegranate we harvested and we juiced and made into molasses. So it's very much like a thick syrup, you know. So and then some potatoes and some Brussels sprouts as well. That's from the edible forest. The green stuff over there is gotukola. So it's a traditional dish from where I come from as well. We eat that stuff every day, pretty much. So that's a very traditional Sri Lankan dish you're about to have. Normally would have red onion, but due to the allergy, there's no red onion. So please feel free to put the red onion as you consume. بعدين إجا الأكل. تعرفوا بصير ضايع مريض. بصير بدي أحكي إنجليزي تيفهموا علي أصحاب البيت العزمين. بدي أحكي عربي تأنتوا تفهموا علي. تفهم كلنا على بعضنا. فبصير أقطش يمين شمال وبصير عربي مكسر وإنجليزي مكسر. Anyway, أحكي بالعربي شوي. خبركم قديش الاكل شكله حلو برزنتيشن قديش حلوه عم نعمل بالاخر تيستينج في 6 صحون اللي انا موجودهم هون بتقولوا بدنا ناكل كل هول بس هن لقمه 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 هيدا لفت نظري بالاول اوف واو حذرته شو بيجلت سكن سوبر كرانشي سولتي اميزنجلي فاتي ميت delicious. بعدين إذا بدكم الشيف من سريلانكا والإسبيريشنز تبعه مثلنا هيدي دبس الرمان بطاطا دجاج لحمة السلطات يلي كنا عم نحكي قديش الكوليفلاور هلا على الموضة بس مش مقلي مثل عنا أغلبية الأشياء موجودين من هون good natural healthy slow comfort food package كامل فيكم تجوا لهون تناموا تاكلوا تقضوا نهار تتسلوا family gathering بدها ساعة ونص تقريبا توصلوا and worth every minute
فيكم تجوا تقضوا نهار كامل جروبات بيعطوكم المطبخ تبعكم الفيو تبعكم كل شيء بدكم اياه وفيكم تاكلوا عندهم تطلبون قبل بوقت Actually amazing job الكراميل بياخد العقل بياخد العقل الشوكولات براوني بيسطل الديت بودينج رائع لا مش حيلا يعني قديش كنت مبسوط بالغدا ومبسوط كنت بالغدا كتير هون different level exceptional Hi, well, I'm Jamie, and I'm the head gardener of the Edible Food Forest. So the Edible Forest is a one-acre perennial forest. We have our annual veggie beds up the top, and then down the back we have a whole lot of 300 different types of perennial annual plants that all fit into a system. So this is a one-acre food forest. We started building this 7 years ago. Came as an idea, let's do something more interesting than just vegetable, straight vegetable gardens. I did a permaculture course, which is a really good principle for creating gardens where you're using everything organically and prepping the soil better. So that will then, the plants will grow a lot better, so a lot more healthier. You're not first putting some soil down and then putting plants in and then fertilizing. We actually built the soil up. When we started this, we didn't think of birds and things that would affect our plants. But here in Australia, we have a lot of cockatoos, and cockatoos are very destructive. So what we did is we actually end up putting a big netting over it, but we left gaps in the netting. So we have all the big birds can't come in that can destroy all of the plants, but the little birds can come in and out. So there's a lot of bird life in here and they're very safe. So that's kind of what we've done here. So it's completely undercover and therefore we also have a lot more produce because we don't have any predator animals that want to eat all the fruit and all the vegetables and everything that doesn't get attacked. So we really get a lot of it. Which is just really good for us. So, you guys are here in winter and we've actually closed down for 2 months. So you have to imagine it all in spring and summer, unfortunately. But generally you cannot even see through the forest in summer or spring because it's all fruit trees and fruit. We've just walked past a whole bunch of elderberries and birch trees and plums and the Chinese quinces and the persimmons. So this is all very, very productive for four seasons, and in winter it all dies down and then we do all our work and then it comes back again. The reason why how it's a forest is we've, in the 1 acre, we've mimicking different areas to utilize to grow different plants. So say for example, up here the top of the garden, we have support plants such as the blue broom and the big robinias, and they sort of support the system and they're not edible, but they'll add nitrogen and shelter so that we can then put other plants into those microclimates. And up here at the top, it's very Mediterranean and Australian and South African. And as you wander down where it's a lot more protected down the back of the garden, the plants are more from Canada and America. And that's just because they require different things, more shelter and protection. And that we pack all the plants in, this is a really good example here. The plants are really packed in together and layered. And they're chosen specifically to be together because they sort of all support each other. So لونها اورانج شكلها سويت شكلها مثل المندرين. Very sour. Because this one you use for cooking for special flavoring. Okay, try the peel. It's very for flavor. The peel is sweeter than the. You love it? Mm. It's like a lemon mango. Oh, that's that I like. Wow. Matabion! So hey, the finger lime, it's a native Australian. كثير ناس ما بيعرفوا عنا. Lime, بس إذا بتشوف من جوا. Yeah. But I want him to see. مثل جوزة. لا yeah that's it so بيطلع it's still not ripe no it's not ripe بس بحطون على الأويسترز هيك بس تستوي it's not it's, quite it's ready. Like a lemon you can kind of see it if you yeah أنا بس عم بتخيل بس بالصيفية عم بتخيل بس بالصيفية الألوان الأشكال هيدا اسمها strawberry yes guava Delicious.
يا شو هالطبيعة عندها تخبي لنا. Delicious. Outstanding. ولا بحياتي دي هيك اشياء. بهاللحظات عم فكر بمارك بيروتي. وعم بقول له سوري انت مش معنا. عم فكر فيك. كلنا عم نفكر. وعم باكل وحدة. Two containers. 40 قدم 40 قدم. يحن ملحمين مع بعضهم وبيعملوا مطبخ طويل عريض. زبطت الكلمة. Huge kitchen. واللي فاجئناكم اياهم بالاول يلي هن المونه موجودين هون بيستعملون للطبخ. اللي حبيته فيهم مزبوط اسمهم مونه او اسمهم بريزيرفز او اسمهم هوم ميد هاند ميد وات ايفر ات ذا فارم. في اختراعات حلوين. ليمون بريزيرف، روزا، روجوزا هيب سيرب. في مش حيلا مربيات، خلطات، باباكو بوتشد ويز لافندر اند ستار انيس. ري انفنتينج ذيم سيلفز مش بس ذا سمبل جامز. زوكيني ريليش، فكرة زوكيني تعملوها يعني ريليش الكوسة. بلوم ووشستر شاير صوص وغيره وغيره. بعد قد خلصنا مرمتنا كان نهار روعة. كانت الغداء عظيم، الديسكوفريز عظيمة. طالع عبالي عيش بالفارم، حمسوني. فيكن تجوا انتو تزوروها تعيشوا هيدي الأجواء الحلوة، تتقربوا من الطبيعة، connect with nature. أكلون طيب، تتعلموا اشي حلو كتير. نحن بنرجع على المدينة وهونيك بعد في اشي حلو. Stay tuned.
ceremony, we dance around the hymn. بأول دقيقتين فت عليهم طلعت بحالي وقلت معقول ضلني واقف على ساعة بأمفي تياتر فيه كريستين ثلاثة كله أبيض وبروجكشنز من وين ما كان. من بعد ساعة طلعت بوقت وقلت له لو خلصت بهالقد بكير وهالقد بسرعة It is impressive. اسمه دلوم. بتوقفوا عيونكم بضيعوا جسمكم بضيعوا بتقعدوا على ساعة ساعة عم تطلعوا حواليكم بتقولوا بليز ما يخلص بليز ما يخلص. الصوت البروجكشنز الالوان على 100 على 360 درجه مع الارض از امبرسيف. اوف كنت عم طلع بكلود مهزت على 45 دقيقه مهزت ما تنفست ما اتس امبرسيف. كنت حبوع على الارض كل شيء حوالي حيبرم. It is impressive. Must very try. Impressive. Mariana, thank you for the invitation. Very nice. Thank you. Yeah, this is... كم مرة ستمستعمل كلمة highlight of the day؟ وكلهم highlight of the day. عفهمتوا شوي شو صار جوا. What a day. Okay. بس لخبركم quickly. So the aboriginals هن the indigenous people تبع أستراليا. كان طريقة كيف بيكتبوا من زمان كيف يحفروا مثل حيا الله حضارة. هن يمكن من أقدم حضارات العالم اللي خسر لهم فوق 65,000 سنة. فكانوا كل سيركل كل شغله لها معنى مثل نسوان رجال بومرانج كانغورو تراك ولا اللي هي. هلا بال 1971 في استاذ كان عايش معهم بأليس سبرينغ وشافهم كيف عم بيخبروا الاخبار على الرمل فهو شجعهم انه ليتس دو ات اون كانفاس وهيك هيك بلش المودرن ارت اوف ابوريجينالز. كل شيء بتشوفه هون هو اتس ذا نيو مودرن ارت اوف ابوريجينال بيبل. إذا وصلتوا لهالمرحلة من الحلقة يعني بعدكم كتير مبسوطين. Thank you so much for watching. تذكروا بأول نهار جبنا الترافلز وانبسطنا ووعدنا بعضنا أنه رح نتعشاهن فالليلة رح ناكل سباجيتي مع ترافلز. أنا استحليت توميتو صوص نايس إيطاليان موتي توميتو صوص. فوصلنا على السوبر ماركت هلأ صرنا عند كولز تشالنج أوف ذا نايت. أنا بطبخ توميتو هي بتطبخ الترافلز كلود بيكون الحكم ومنشوف مين بيعمل باستا أحسن. It's shopping time. ما تشيري باريلا نمبر 5 يخيي أنا بدي نمبر 3 نمبر 3 سباكتيني بيطلعوا كتير صغار مثل تشاينيز نودلز. عم نعمل competition اليوم مين بيعمل باستا أطيب. باريلا نمبر 5 باريلا نمبر 3 نمبر 5 أوكي هلا كل واحد بيطبخ على ذوقه. ما عندهم دي تشيكو. Go for Barilla, number 5. Barilla, macaroni. بس بدي أقول لك, موتي is probably the best. حتى اللي معمولين مع مثلاً بارميجانو ريجانو ما فيها توم. حتى اللي معمولة مع روسو توميتوز جينوفيزي بيزل ما فيها توم. فما بيكبوا توم وين ما كان. So by the way, هون بلشت الخناقة. هون مش عامل موتي. ايه؟ أنا أود فرش توم. Great. So أستعمل موتي very simple يلي هي بيبي روما توميتوز ريدي تو ايت. كول هلا كنت عم فتش على الكان بس ما لقيتها اللي فيها شقف البندوره. هلا بنشوف اذا في محل ثاني. This is what I need. Very simple. Peeled Parma tomatoes. Straightforward. I'm still not convinced. بس we'll try. ليك كمان مخيين على الجبنه. انا بدي ايمونتال. انا بدي بيكوريني صوف. خلاص يا خيك راح ياكل على الايتا المضبوطه the original swiss emmental او بي شقفه للباستا وشقفه له. nine minutes انت الالدنتي تبعك 5 minutes. رح نشرب اليوم
توربريك باروسا فالي علامته 4.5. قصة كبيرة. Alright, so اليوم رح أعمل روستينج للطماطم كله inspired by Red Hill. جبنا لهم زيتون truffle salt. Okay, so I'm gonna roast my own tomato sauce. هلا مش أحلى ما نفتح علبة وندلقها هيك. So رح أستعمل طماطم الأويل basically شوية بتر وترافل وتشيز ملقينا بيكوليني رح ناخد بارميزان بادانا جرانا بادانا جرانا بادانا. انا رح اعمل باستا الدنتي مع الزبدة وشوية زيت زيتون بالاخر. رح اخد هول التوميتوز يلي 98% طماط بيلد. رح اقصهم صغار حطهم بالمقلاية بالطنجرة. ارجع اول ما اخلص الباستا اتركها مطبوخه دقيقه اقل من الالدنتي. يعني رح اعملهم على 7 دقائق ونص 8 دقائق. كبهم بالباستا بالصوص طماط. هزهم كلهم مع بعضهم. شويه بهار جبت ايمونتال غير شكل وبناكل. مقليه دان طنجره دان. بلشت حطت زيت زيتون بالمي. عم بسبق. رح تكون صعب الامور اني اقدر صور وأطبخ ذات الوقت. أخذت التوميتو بيلد توميتوز عم تشوفوا. رح بلش رح حطهم على النار. رح زد لهم شوية توميتو من الصوص التانية اللي حطيتهم تكون عندي صوص حرزاني مع بعضها. البيلد رح قصهم نص كرمال يفوتوا شوي يدوبوا مع بعضهم بلا ما يمعصهم. المي السخنة بلشت تغلي ورح حط لها الباستا بلا شي مع نقطتين ملح. nothing بالمي. شوف في قصة وقت او بس عم نحكي تكنيك؟ لا تكنيك. هلا ضحك علي لان حطيت زيت وملح. يجلي بحط all يعني ورقة غار بازو فاسلي كله هون. هلا عم نعملها بلين باستا عشان ترافل. اوكي بون شانس. سباجيتي باريلا نمبر 5 حجمه مظبوط ولا كبير ولا صغير. هذا الحجم الصح. معي هون ما رح يحكي الا ضميره بس هددوا بالفاك. شو we roasted them. هلا اهم شيء ما نكب زيتات البندوره لانه هاي الفليفر كلها هون. اوكي نرجع بنحطهم بالفرن خلينا نكمل الطبخ. طمنيني اوفر كوك. نو هلا شو بيصير بعدهم مش مطبوخين. خلي الصوص تبع الباستا تعملها ثيكنينج ايجنت للصوص. كسر سنيننا يعني هلا. لا وبدل ما نفضي الدنيا رح نحط معلقه 2 3. بدي شباب عملها شوي برنوازات خصوصا فيها التريف بدها تعطي طعمة رائعة مع الأويل تبع البندورة ونزيد عليهم الباستا ونكمل طبخهم على رواق على رواق. منا مستعجلين ولا شيء بالملعقة ولا مش ملصقة على بعضها وما حطيت لها زيت. خالصة مظبوط. بنحط لها مع الزبدة حرزانة. انت عارف رح نخلص سوا وبنخلط شوية الزبدة تدوب. على الزبدة رح نحط رشة صغيرة ملح. رفع
بيرفكت. بعد معي دقيقة طبخ. هيدا بعده مفكر حاله بسكوت عامل اثنوب. عم يطبخ بالطنجرة الباستا. هلأ صار وقت نحط له شوية زيت زيتون. هلا عم بعمل الصوص اللي عملناه لأوفن روستين. بلاك ترافلز. أنا بدي إيمونتال. And we're good to go. أربو. الباستا مش ملزقة بعضها. تنلف على الشوكة بطريقة كتير حلوة. شوية جبنة، شوية ترافل، شوية طماط. كمان ستي كانت تطبخ باستا هيك. You will be amazed. Okay, please فرجيهم شو عم بيصير هون. Okay, فخلطنا الصوص. عم نحط شوية بارميزان. علينا. هيك لدرجة مطبخين صح انه عم يزحطوا على الشوكة. شوف مش عم يقدر يلفهم. يامي يامي. الدنتي صح. اوكي روق. اسيديك توميتوز روعة. اكيد. الترافلز بتعبي المنخار. اه الجبنة الصح يلي نوت امباورينج على الترافلز. عندك لوز. ما خلصت. لا لا اتس رايت. لا بعرف انا. شو ماريانا؟ بس مضبوطه. بتعرفي ندوره بعد؟ لا. بندوره كويسه مش عارفه برافو بس بدها جبنه. اكلت. ما اكلتها بلا طريف بلا شيء. بلا جبنه بلا شيء. طيب. بس الباستا so far it's very good. Very nice. And good. شابو. طب دورك امتى هلا؟ Yeah. ما بعد فيه. نقطة اوليف اويل بالاخر. كمان. كوكتيل شغف. ترارا. Yeah. وقت الحقيقة. بدون جبنة ولا بدون جبنة؟ حطيت. حطيتي خلاص؟ بتحش؟ حش. يلا. يام. يعني amazing butter butter pasta. You have to oven, to be honest هلا when you try. إذا بيجيني مشاكل، إذا معك إذا حتخليني شوي الزهر. إذا خلوله لك لو. دانيا بيطلع منك. Come on. نعم منيح، مش عادي. It's so good. يلا. Cheers. Cheers. هول كلهم بنحطهم على جنب. عن جد؟ حتى نحكي عن البيت. واو. واو. بس انا بحب الباستا.
Very rich, full-bodied, amazing wine. Amjad? Good. Claude, be honest. Which one did you like more? On camera? Yes. I'm going to be honest. I liked Anthony's. I liked Anthony's, sorry. Yeah, yours is nice. Yes. I just like a full flavored. This one, the Anthony, was the one I like. Nice. Yeah. But did you like mine at least? Of course I did. Of course. No, I said I like كثير طيبة تبع ماريانو. Honestly, no, hello, you asked me which is better. Yeah, no, fair they're, enough. Like, you know, they're both good. They're both excellent. But your one is very good. I love you, Claude. شابو شلت الشابو لأنه قد ما حبيت له الباستا تبعه له. Great day. نهار بعقد. إذا وصلتوا لهلا شفتوا قد انبسطنا قد تسلينا قد تعلمنا يمكن تعلمنا مع بعض. ميرسي لأنه استقبلتونا عندكم بالبيت تعالي بحبيك وبنلتقى بكرة بأدليد شورت بس حرزينة ملبورن رجعين for another two days هلأ أدليد thank you